السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كارومات. الوغ هاد لا فيديو غادي نشوفو فيها واحد الكالكول كما كتشوفو هنايا، كالكول دو لينيرجي ريتيكولير باغ لا غولاسيون دو بورلاندي. الوغ هادي واحد لا غولاسيون اللي بطبيعة الحال هاد بورلاندي جوج ديال العلماء دونك عطاونا واحد لا غولاسيون اللي غادي نخدمو بها باش نحسبو لينيرجي ريتيكولير ديال يعني واحد الكومبوزي اللي هو يونيك كريستالان، صافي. الوغ فوالا، الوغ هادشي اللي كتستعمل لهاد لا غولاسيون هادي، غادي نكتب لا غولاسيون دابا ونحسب بها لينيرجي ريتيكولير. بطبيعة الحال حنا شنا في لي فيديو اللي ديجا دازو ان لينيرجي ريتيكولير نقدروا نحسبوها بالسيكل، يعني سيكل دو بورنهابر، صافي. الوغ هضرنا على سيكل دو بورنهابر اللي كتمكننا اننا نحسبوا لينيرجي ريتيكولير ديال واحد الكومبوزي. دابا نقدروا نحسبوا ديك لينيرجي ريتيكولير بغولاسيون اخرى. الوغ دابا ردوا بالكم، يعني هنايا عندنا جوج ديال الطرق باش نحسبوا لينيرجي ريتيكولير، وبطبيعه الحال نقدروا عاوتاني يعني نحسبوا لينيرجي ريتيكولير بواحد لا غولاسيون. مثلا نقدر نحسب بهاد لا غولاسيون هادي، نحسب بها لينيرجي ريتيكولير، ويجي مثلا في السؤال الموالي يقول لي احسب مثلا هذا لينيرجي دو فورماسيون، الوغ لونطالبي دو فورماسيون ديال واحد الكومبوزي. فوالا، الوغ بحال هاد لي كيستيون هادو تيقدروا يعني يتحطوا في يعني فيما بيناتهم. تري بيان، الوغ على قبل هادشي هذا غادي فوالا الوغ غادي نجاوبو. دونك بالنسبه للكالكول عندي هنايا كنقلب على واحد ليكزيرسيس، الصراحه توضر ليا ليكزيرسيس ما لقيتوش. فوالا الوغ هنايا غادي نقول لكم يعني المعلومات اللي كاينين في ليكزيرسيس هذا. الوغ ليكزيرسيس تيقول لي كالكولي لينيرجي ريتيكولير، يعني بطبيعه الحال باغ لا غولاسيون، كتب لي هو لا غولاسيون، عطاني لا غولاسيون دو بورلاندي، عطاني لا غولاسيون وهي باش غادي نخدم باش نحسب. فوالا الوغ نكتب لا غولاسيون ديالي. الوغ فوالا هذه هي لا غولاسيون ديالي، تتقول لي لينيرجي ريتيكولير، هاد او كتعني لينيرجي، هادي ريتيكولير. الوغ غير هنايا دونك هاد بورلاندي بي او ار ان ال ا ان دي او اكسون، صافي. دونك هادشي راه واضح باش ما يكونش مشكل في ليكريتور ديالي، وسمحوا لي على ليكريتور، كنحاول ندرك الماكسيموم ونطلق شويه. دونك فوالا، الوغ هنايا لينيرجي ريتيكولير، انيرجي ريتيكولير كتساوي بهاد لا غولاسيون ديال هاد بورلاندي ايتيغال موان كا، هذا ايتون يعني ايتون كونستانت. فوالا، الوغ موان كا زيد زيد بريم، غادي نقول لكم اش كتعني هاد زيد وزيد بريم ودي، وفوالا وحتى هاد ان. فوالا تري بيان، الوغ هاد هادي هي لا غولاسيون ديال لينيرجي ريتيكولير اللي غادي نستعمل باش نحسب طبيعه الحال لينيرجي ريتيكولير. بالنسبه لهاد لوكا هذا عندي كا ايتون كونستانت، وغادي نعطيكم لا فالور ديالها شحال كتساوي. دونك هادي هي لا غولاسيون كيما قلت لكم الاستعمال ديالها. تري بيان، الوغ فوالا، وكما قلت لكم هاد لا غولاسيون هادي ديال هاد لا غولاسيون دو بورلاندي ايتا مويان بوغ يعني اولا ايتا مويان دو كالكولي لينيرجي ريتيكولير دان كومبوزي يونيك كريستالان. فوالا تري بيان، الوغ غادي نكتب دابا شحال كتساوي هاد كا هادي، وبالنسبه نقول لكم كيفاش كنجبدو زيد وزيد بريم، وهاد لا ديستانس دي بطبيعه الحال اللي دوني كتعطى في المعطيات، وحتى هاد ان هادي كتعطى في المعطيات. الوغ هنا شوفوا معايا كيما هادي زدتها غير دابا، دونك كالكيل لينيرجي ريتيكولير با لا غولاسيون دو بورلاندي ديال سي ا سي ال، دونك غادي نحسبوا لينيرجي ريتيكولير ديال سي ا سي ال. وبطبيعه الحال الا درنا لا غولاسيون باردون، الا درنا سيكل دو بورنهابر غادي نلقاو نفس الفالور اللي غادي تعطينا هاد لا غولاسيون. دونك هاد لا غولاسيون راها تري يعني تري فاسيل بطبيعه الحال، على حساب يعني السؤال الا طلبوا منا يعني نحسبوا بهاد لا غولاسيون راها تري فاسيل، ويعني غادي تكون يعني تسهل علينا الخدمه ديالنا. تري بيان، الوغ عندنا هنايا بالنسبه لهاد كا هادي، هاد لا كونستانت كا ايتيغال 2.43 فوا 10 بويسونس موان 4، صافي. هنايا لا ديستونس دي، هاد دي اشنو كتعني؟ هي لا ديستونس انتيغاتوميك، اولا لا ديستونس ما بين هاد لي دوز اتوم اللي هي في هاد لوكا هذا سي ا سي ال. الوغ لا ديستونس اونتر لاتوم سي ا دونك اي سي ال، بيان سور الي دوني ايتيغال دونك لا فالور سويفونت دونك 3 انجستخون est égal à 3 angstrom. Et bien sûr, on sait que 1 angstrom est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. Très bien. Alors, voilà. Où est le cas là? On a fait, et 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 on a fait, donc, et on dépend du type, donc dépend du type du lion concerné. Alors, dans le cas de lion, il y a un CACL, un composé, il y a un CACL, un N, un dialo, un CACL, ça va être marqué. Ou dans le cas de ça, ça va être 9. Et en général, un N, un dialo, ça va être marqué entre 5 et 12. Donc, en général, il est
compris entre 5 et 12. Très bien. Alors voilà, هنايا ما بقى ليا دابا الا ندير لابليكاسيون باردون هنايا دونك قلت لكم هاد دي شحال كتساوي 3 انغستون هاد لا كونستانت قلت لكم شحال كتساوي هاد ان هذا في لوكا ديال سي اس ال شحال كتساوي بقى ليا هاد زد وزد بريم هاد زد هي لا شارج ديال الكاتيون ديال لاتوم اللي كتكون عندها بلس وهادي ديال اللي كتكون فيها ليون اللي هو دونك موان الوغ هنايا شوفوا في لوكا ديالي بالنسبه للسي اس سي ال هاد ليون هذا الا فرقته شنو كيعطيني كيعطيني سي ا بلس و سي ال موان الوغ سي ا بلس مع سي ال موان الا تجمعو كيعطيوني سي ا سي ال الوغ شحال هي لا شارج ديال هذا بطبيعه الحال شنو عندي هنايا عندي بلس 1 وعندي هنايا موان 1 تري بيان الوغ شحال كتساوي لا شارج هاد لا شارج هاد زيد هذا كنعوضو فيه بلا فالور ديالو ما كنعوضوش بهاد بلس ولا موان ما كندخلوش لو بلس ولا موان السي ما كندخلوش كندخل غير هاد العدد اللي تيكون هنايا كون عندي مثلا سي ا دو بلس او لا يعني في لوكا ديال مني غادي يكون الكومبوزي يعطيني مثلا سي ا دو بلس او لا غادي ناخذ غير هذيك جوج تري بيان الوغ فهاد لوكا هذا عندي هنايا واحد وحتى هنايا عندي واحد دونك غادي ندير واحد في واحد شحال كتساوي دونك زيد فوا زيد بريم هاد زيد بريم هي لا شارج ديال هذا ديال ليون اللي فيه او لا اللي كنسميوه لانيون تري بيان الوغ هادشي اللي عندي دونك غادي ندير لابليكاسيون نيميريك الوغ شوفوا معايا هنايا دونك عندي هذيك لا فالور هذيك ك موان ك هي موان دونك 2.43 لي سا بويسونس موان 4 وعندي هنايا واحد في واحد كما قلت لكم هاد لا شارج هاد واحد في واحد صافي راه واضحه من بعد فوالا الوغ كديروا ابليكاسيون نيميريك كتعطيكم هاد الفالور هادي دونك غادي تعطيكم بالجول باغ مور وباش الوغ هنايا شوفوا معايا هاد لا فالور اللي خرجت ليا تري بيان دونك كما قلت لكم درت هاد هاد لابلاسيون هادي عوضت هادي بطبيعه الحال كما عندي هنايا موان ك زيد زيد بريم ديفيزي بار دي فاكتور دو 1 موان زان سور ان صافي تري بيان الوغ كما قلت لكم عوضت هادي عوضتها للمتر صافي هادي خاصها تحول للمتر دونك هادي خاصها ضروري تحول للمتر وهادي كتبقى بهاد لافالور ديالها اللي هي ناقص 2.43 ديسرا بويسونس موان 4 في هاد الكا هادي تري بيان من بعد كتخرج ليا باش دونك من بعد ما ردوا معايا البال من بعد ما كنحول هادي للمتر كتكون بالمتر وكنحسب بهاد الطريقه هادي كتخرج ليا لينيتي اللي كتخرج ليا هي الجول باغ مول هاديك لافالور اللي كتخرج ليا بالجول باغ مول صافي دونك كتخرج ليا بالجول باغ مول من بعد كنحول ديك الجول بطبيعه الحال الا بغيت نحولها على حسب كما قال ليا هو في السؤال الا قال ليا بطبيعه الحال هو غادي الى عطاني الاختيارات ولا فوالا الوغ هادشي اللي كاين من بعد هادي كنحول هادي كاينه في الجول حولتها لكيلو جول وبطبيعه الحال نقدر نحولها لكيلو كالوري الا قسمت هاد لافالور على 4.18 تري بيان الوغ هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع بطبيعه الحال اللي محتاجهم فوالا الوغ هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو كنتمنى يعجبكم الشرح وتستفدوا منه بطبيعه الحال غادي يفيدكم بزاف ان شاء الله ولا فيديو بروشين ان شاء الله.